مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم الحقيقه الفضائيه وبرنامج ولا تيأسوا. حاله اليوم مع السيد أسيكوك بوشعيب الذي ذاق الامرين نتيجه لآلام حاده على مستوى الكتف. تردد على مجموعه من الاطباء لكن دون جدوى. بعدها توجه الى مركز الدكتور الهاشمي للمكملات الغذائيه بمدينه سلا، فكانت النتيجه جد ايجابيه. تابعوا معنا. هي ديالي الحاج بوشعيب أسيكوك، أصل ديالي دكالي، ودكالي راه كتعرفيهم الله عمرها دار، فهمت مسخطة وما كاينين. المهم بنتي، قلت لك العام العيد الكبير العام اللي فات ماشي هذا، ونهار العيد بالضبط، مشينا للمصلى، جات السيدة جارتي قالت لي غندبحوا كاملين مجموعين، قلت لها ودي لا أنا عيان مع راسي غلبان فيا ما ندبح، قالت لي لا تعاون أنت وراجلي والدراري وهذي، غلبان فيا، قلت لها واخا. مشينا للمصلى جينا طلعنا فوق السطاح، بدنا جاو الناس عندي، جبنا الحولي ديالي هو الاول تكاو، جبت جنوي في يدي هكا، قلت بسم الله الله اكبر، ذبحت الحولي وقفت. ديك عيدة اللي تقعدت بحال شي واحد ضربني بقرطاسة هنا، شي قرطاسة ضربني بها هنا، مات لي الدراعين نهزو ولا نهبطو، صافي الحولي مات لي تعاود قربت لي، مات لي سلختو مات تقربت لي، بقيت هكا. قالوا يا الحولي، قلت له الحولي انا مابقى عندي باش نبدا الحولي، صبر اللي عطاني عطاني هنا. قالت هي هذيك، ايوا تعرفي احنا المغاربه عرب ومضى، عرب زيت بلديه، مسد اليوم مسد غدا، سخن شويه دير هادي دير هادي عييت. شو مشيت على الطبيب، كنقلب على الطبيب الاختصاصي داك الشيء بروفيسور، مشيت عنده قلت له ديرها اللي عندي اللي عندي اللي عندي، قال لي غدوزي واحد التلفازه، بحال دوز التلفازه ب 16000 ريال، عطاني شي دواء قال لي دير هذا وترجع لك من شهر وترجع. كمل داك الدواء رجعت عنده، قلت له داك الشيء راه ما كاين منه والو، قال لي عرفت غدير غدوز واحد الليرين دوزها، راه كدير 60000 ريال نحيدوك 10 خذ 50000 ريال، هي هذيك راه هي في هذاك الوقت. قلت له واخا مشي دوز التلفازه شتها لي، عطاني خدشه ديال الدواء. ايوا واش نقول لك، بديت كنشرب داك الدواء، المعده ديالي تهلكات، بقيت كنعس في الليل لا في النهار، الماكله مابقيتش كناكل، الصحه ديالي كانت فيا 82 كيلو بقى 68 10 كيلو كلها مشات، وليت نهار على نهار غادي وكان كنهبط. ايوا اش غادي نقول لك، كنقول اللهم الممات ولا الحياه. بقينا غاديين هكاك يلاه 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 يلاه، واحد النهار في التلفازه كنتفرجوا في التلفازه، قالت لي انت شوف شو الاذاعه الهاشميه، سمع شي ناس كيقول واحد راجل مغربي ولي كيعاود كيفاش وقع له مسكين وكيفاش هذا وكيفاش كيفاش كيفاش. قلت له عرفتي اش غديري؟ غنمشي عند الناس هذو على الله، عاد ماشي واحد المره فايت ماشي، ولكن ما عاود رجعتش. دار جرعه واحده ما عاود رجعت عندهم. هي ديك الدواء غنمشي نسول بعدا واش باقي في المقر ديالهم ولا لا. ركبت شي تسولت في المقر ديالهم قال لي احنا باقيين هنا. جيت لعند هذيك قلت والله نمشي راهم باقيين، مشينا عند واحد البنت لقيناها تما استقبلتنا مزيان. مالكم شنو اللي كاين؟ اللي كان قالت لي هو الاوراق باش ديال الدواء وداك التحليلات وداك الشيء، قالت لي جمع لي كلشي جيبو. قال لي كدير شي دواء؟ قلت لها كندير دواء ديال القلب، كل شهر كندير له فيزيت كندير كونترول، كيعطوني دواء ديال القلب كنشربو هذا هو باش غادي. قالت لي جيب لي داك الشيء كله جمعو جيبو لي. المهم رجعنا للدار تا الغد الاخر جمعنا دوك الاوراق هذوك راه دوك الراديوات ودوك الوراق ديالي ديال الدواء وداك الشيء اللي دواز وكل شيء جمعنا ومشينا عندها تحاليل وداك الشيء. دوزت تحاليل اربعه ديال الكلاوي ديال بروسال باش كيعيطوا ليه ديال الكوريستور وديال الكبده، لقيتهم الطبيب قال لي ما عندك حتى حاجه. ايوا اش نقول لك بدي وليت حاير ما نكذبش عليك، اش غندير اش غادي نعمل اش غندير اش غادي نعمل اش غادي ندير. مشينا على هاد الناس هادو دينا دوك الوراقات ومشينا لعندهم، شافوا داك الشيء قالت لي اعمل حاجه غنعطيوك الدواء ولكن تخلص 24000 ريال. قلت لها الحاجه انت هي راه لاصقه فيا، انا جايه بوحدي انت ولا انت هي لاصقه فيا، كضحكوا كلكم لا ما نضحكوش هاي. قلت لها بلي ما كاين باس، هذا واحد خينا
قال مرضو مشى عند مرضو قال له يا ودي راه بغى يشري الحولي، قال له يجي كل 100 ديال العصا نعطيك على جدي الحولي. قال له سير كل 100 ديال العصا وجيب الحولي. تعيط لي قالت له واش يجي كل 100 ديال يجيب معاك لامي. هي ديالي انا. قال لي يا ودي راه انا قلت له ما كاين مشكل. جلنا هذيك البركه بجوج. بدينا كنديروا. يا الله يا الله يا الله يا الله انا على 15 يوم بانت لي النتيجه. 15 يوم هي تعطلت شويه. نقول لك على 20 يوم هكاك كنسولها كنقول لها من طرا كتقول لي ودي راه داك الشيء اللي كان عندي راه ما بقاش يديا راه وليت كنهز يديا وليت كنشقى ولات كطلع مع الدروج ولات كتسيق ولات كتقضي الشغل قالت لي زعما راه انا قالت لي داك الشيء ما نعاودش ليك قلت لها واش هذا الشيء مزيان قالت لي لا شوفي قول الحقيقه ما تكذبيش عليا تغمليني ب 24 اخرى ولا المهم قال لك هذا قول لي لا لاباس قلت له ودي انا لاباس ما غنجيب والو نبغى يعطيني شي حاجه الله يكثر خير ما بغى ان شاء الله يعاونهم هي هذيك عاود مشيت قلت له انا غنمشي عند البنات سول مشيت عند البنت البارح البارح مشيت عندها قال لي مالك ابغى الحاجه قلت له ودي ها اللي وقع وها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين قال لي مدام قلت له مدام ولات لاباس قالت لي وانت قلت له انا لاباس وليت كنعس ما كنتش كنعس نعس ما كنتش كنشوفو كان بيت لولو وانا كنتقلب الناس كيفيقوا معها حتى الخمسة ستة الصبح انا كنفيق مع ثلاثة كنت الحريق وقتاش غادي يصبح الحال نخرج نمشي على ذاك الحريق اللي عندي دابا انت الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد دابا بخير وعلى خير مزيان كنعس مزيان كناكل مزيان كنتمشى ما خصنا حتى حاجه خصنا عمل نهرب الحمد لله كان الجرح ما يحبس له الدم الحمد لله الحمد لله لا ملي كنت كتجرح وكان يحبس لك الدم اكل ما كيحبش ملي دار الدواء ديال هذا الزرقيه الحاج والزرقيه اللي كنحمك ديما كله زرق اي اي كاين شي كاين وقطع حاجه من داك الشيء المهم الحاله مزيان بخير الحمد لله مزيان والوزن ديالي بدا كيرجع بدا كيرجع كانت 160 دابا ولات 74 وليت كنزيد نهار على نهار وليت كنشوف راسي غادي مزيان الحمد لله بنتي الحمد لله الحمد لله الجهه ديال القلب والله يشد لينا في هذا الرجل هذا والله يعطيه صحيحته هذا الشيء اللي كيدير ربي اللي غادي يخلصو يعني راه كاين الناس مساكن اللي جراو قصاو ما قصروش هاد ولكن في الاخر مساكن تشافى وجاب الله الشفاء على يديه الله يجعل ربي ويطول عمره ويعطيه صحيحته ويزيد به القدام ولا راه يخطي علينا محمد السادس الله يخليه لينا ويطول لنا عمره ويزيد به القدام وميتو الهاشمي الله يعطيه صحيحته ويشافيه ويعافيه الله يعطيه صحيحته ويخليه لينا ويطول ربي عمره هذا كنديروا له في الصباح معلقه صغيره في ما في الكاس الماء طايب مده 10 دقائق وكنغطيه ومده 10 دقائق كنصفيه وعاود كنغطيه حتى كيجي من الجامع كيشرب هذا كنديروا له الظهر مره في الجمرات في النهار نديروا في الصباح نديروا له في الليل هذا كنديروا له الكتافو الكتف ديالو اللي مضارو وعنقو كتفو وعنقو جوج مرات في النهار هذا كنديروا له في بدات الجسم ديالو كله مده طيب جوج مرات في النهار في الليل وفي الصباح هذا كياكل الصباح وفي الليل وخلاص هذا راه كنشربوه ثلاثه الخطرات في النهار فنجل في الصباح فنجل في 12 فنجل في الليل ثلاثه الخطرات مع الرقيه ملي كنكون طالقه الرقيه كنشرب ديروا هذا الشيء ممكن سالي ورا كنبقاو نصنتو الرقيه حتى كتسالي ونطفي وعاود فين ما درنا كنستعملوا هذا الشيء كنعملوا معاها الرقيه ما خد ما نديروش بلا رقيه ما كانتش الرقيه ما نديروش نقدر نبطل وما نخدمش بلا رقيه هاد كيكون شي حاجه كيكون شي كتجي شي هدف كيجي شي كنوقف حتى 11 ليل حتى 12 ليل وندير الرقيه ونديرو ما يمكنليش ما نديرو بلا رقيه ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد الله الله يطول في عمره ويكثر من امتالو والله يرحم ليه الوالدين وانتم الله يسهل عليكم سهل على ولاد المسلمين جميعا سيدنا الله ينصره ويزيد في مدده ويطول عمره ويخليه لينا وبلاد الله يحفظ بلادنا ووليداتنا ووليدات المسلمين جميعا